مذ كان صغيرا تعلم كاظم الشويلي العزف على العود ليصبح على الكبر ملحنا ومعلما للتدريب، على الرغم من ظروفه الحياتية التي مر بها. يما طال أصرخ بوجه الظلم، يما صيح بحيل رايد لي وطن. كانت الموسيقى في كل نواحي حياتي، هي الزاد وهي الملح بالنسبة لي، كل شيء بحياتي. لذلك الأولاد أولادي، بما أنه كانت خلية الأزمة أنه توصي الاحتراز من الخروج للشارع، هذا قلت بيني وبين نفسي خليني أطور موهبتهم. موهبته التي يتميز بها نقلها إلى أبنائه الأربعة، فغرس في نفوسهم حب الموسيقى وعلمهم لغتها لتصبح عائلته أشبه بفرقة موسيقية صغيرة. تعلمت عود بصف الخامس ابتدائي، صف السادس كان لي أول عرض مسرحي على مسرح مدرسة من المدارس الابتدائية اللي هنا محافظة كربلة. وراها ظليت فترة، استمريت بالعود فترة، انقطعت والنوب رجعت على آلة الجيتار. جائحة كورونا وحظر التجوال المفروض كان بالنسبة إلى هذه العائلة الفنية فرصة لإيصال أعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متحدين الصعوبات التي تواجه العراقيين في هذه الفترة الصعبة. بديت أني أعزف من الروضة، وراها قمت أتطور 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 الحد ما صرت أني أعزف هسه أعزف أني زين نص ونص. من داخل جدران هذا المنزل ومن أنامل هذه العائلة خرجت ألحان موسيقية تطرق أبواب المشاعر من دون استئذان لتكون لوحة فنية تسعد السامعين. من كربلاء وليد الصالحي، يو تي في.